parlar di cora. Ciao, le scirino, mi carori, e vasna, patiris, che darma patina, ma la vandana, mi dana, mi dana, mi dana, mi کردم یا نه حالی از پرتو و عنایت ویژه تو در من پدید آمده است که در گذشته هیچگاه این گونه نبودم پروردگارا میخواهم بدانم این چه حالی بارلا پروردگار با همون علم بی پایان و قدرت لایتناهیت به من بنده حقیر میفهمانی که این حال حال اجابت دعاست خداوند اکنون که به این عنایت تو رسیدم برای که و برای چه دعا کنم چه از بهترین ها باشم دعایی که بدر آینده من محمد تقی مجلسی پس از سالها عبادت به اجابتش افتخار کنم تو خود بگو آن هم اکنون که به قلبم وعده اجابتش دادی ای عزیز و گرامی من نکند قرار است این دعا نصیب تو گردد در خودم هم همین حس است که این دعا را به تو هدیه کنم و برای تو از پروردگار بزرگ طلبی کنم محمد باقر پروردگارا خداوندا قسمت میدهم به حق محمد و آل محمد این کودک را مروج دینت و مبشر احکام پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار ده و با توفیقات خود او را موفق بگردان آمین یا رب العالمین هنا موضع خصه عشاق الإمامة والولاية بأحد أعظم العلماء المتأخرين وهو العلامة محمد باقر المجلسي موضع بمحاذاة المسجد الجامع
في سنة 1037 هجرية قمرية، فتح طفل عينيه على عالم الدنيا، وقد أسموه محمد باقر، أما أبوه فهو محمد تقي المجلسي المشهور بالمجلسي الأول، أحد كبار علماء العصر الصفوي، وكان مقيما في مدينة أصفهان. وقبل ولادة العلامة محمد باقر المجلسي كان يسكن النجف الأشرف مشتغلا بطلب العلوم، وأسلافه عموما كانوا من العلماء والعباد. سلام عليكم. عليكم السلام. من أين منطقة أنتم؟ من أصفهان. أنا من بلاد نيجيريا. أنا من مدينة دلجان. من منطقة نجف آباد. متى تأتين إلى هنا عادة؟ في كل عام مرتين أو ثلاثة. في كل سنة مرة أأتي هنا للزيارة. في كل أسبوع مرة أأتي إلى زيارة العلامة المجلسي. في كل أسبوع مرة أو مرتين. هل نلت حاجتك لحد الآن؟ نعم، بلطف الله عز وجل وكرامة العلامة المجلسي رحمة الله عليه. كم تعرفين العلامة؟ العلامة المجلسي أحد كبار العلماء، والناس ينظرون إليه بإجلال. محمد باقر المجلسي ابن العلامة محمد تقي المجلسي ولد في سنة 1037 وتوفي في سنة 1111 هجرية، وحقا يمكن القول بأنه كان مؤيدا من عند الله. وفي العصر الصفوي حيث أقبل الناس على الاهتداء للتشيع، تمكن العلامة المجلسي رحمة الله عليه من استثمار الإمكانات المتاحة، وكانت إحدى خدماته الجليلة والعظيمة أنه رحمه الله جمع معظم الأحاديث والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بعد أن كانت متفرقة. ولد العلامة المجلسي لعائلة كانت معروفة بولائها لأهل البيت عليهم السلام، وقد أنجبت العديد من المفكرين البارزين الذين عاصروا القرنين العاشر والحادي عشر. وقد ارتضع في طفولته من أم زاهدة عفيفة، وتربى منذ نعومة أظفاره تحت رعاية خاصة من والده، وانشغل بتحصيل العلوم المتعارفة في الحوزة العلمية بأصفهان. وكان رضوان الله عليه ذا موهبة وذكاء نادر، حتى تمكن بسعيه الحثيث من إتقان علوم عصره، وأهمها العلوم الدينية، حيث تتلمذ على أستاذه وأبيه الذي كان إمام الجمعة وأكبر مدرسي حوزة أصفهان. محمد باقر، به چه می اندیشی؟ برای پدر بگو. به کسب. به کسب. به کسب؟ بگو. پدر جان،
من به کسب تمامی علوم حریصم و از هر علمی بهره کافی بردم. با اینکه در عنفوان جوانیم بسیاری میدانم، اما حال که در آثار و نتایج آنها تأمل کردم، با خودم گفتم اگر این علوم از سرچشمه صافی وحی گرفته نشود، سودی نخواهد داشت و حکمت اگر از بزرگ دین اخذ نشود، نمیتواند موجب رستگاری گردد. چاره چیست؟ یعنی چه میخواهی بکنی؟ پس از مطالعه و دقت دریافتم که تمام علوم قرآن کریم و اخبار اهل بیت رسالت یعنی خزان علوم الهی میباشد. پس میخواهم تنها به دنبال علومی بروم که به سود آخرتم است، در حالی که بازار آن در این عصر و زمان کساد است. آفرین، مرحبا فرزند. من میخواهم به تحقیق در اخبار عمه طاهرین علیه السلام اهتمام ببرزم. يقال إن للعلامة المجلسي كرامات كثيرة بسبب ارتباطه بالمعصومين، ماذا رأيكم؟ نعم، أنا أزوره منذ 25 عاما وكل حياتي متعلقة بالعلامة المجلسي، وأزوره في كل ليلة جمعة. ما معلوماتك حول العلامة المجلسي؟ أعرف أنه رجل عظيم وله كرامات كثيرة، وكل من له حاجة يجعله واسطته إلى إمام الزمان ليقضيها له، وكان يتمتع بذاكرة قوية جدا لحفظ الروايات، وكان ذا ثروة عظيمة، ولأجل أن يجمع الروايات كان يدفع مبالغ لكل من كان عنده رواية أو أكثر فجمعها عنده حتى لا يضيف عليها أحد رواية من الروايات المردودة. إن العلامة المجلسي رحمة الله عليه كان بحق عالما خدوما ومتواضعا وناشطا للغاية في تربية جيل من العلماء الربانيين، كما كان يدير مؤسسة الحوزة العلمية، وأصبح معظم تلامذته من عظماء عالم التشيع. السيد نعمة الله الجزائري المحدث الكبير من مواليد سنة 1112 هو من أشهر تلامذة العلامة المجلسي الذي كان يهتم به اهتماما خاصا، وقد أقام عدة سنوات في بيت العلامة كما تتلمذ عليه لسنين مديدة. والمحدث الجزائري ساعد أستاذه في تأليف موسوعة بحار الأنوار والشرح الكافي الموسوم بمرآة العقول، وهما من أشهر وأهم مؤلفات العلامة. ومن تأليفات هذا التلميذ كتاب الأنوار النعمانية وتحفة الأبرار وحواشي الصحيفة السجادية وحاشية على الكافية وزهر الربيع. ومن تلامذة العلامة المجلسي أيضا المير محمد صالح خاتون آبادي والحاج محمد الأردبيلي والميرزا عبد الله الأفندي التبريزي الأصفهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي أن يعلم الجميع أن العلامة المجلسي جاهد كثيرا في سبيل الإسلام والتشيع. تصلى هنا صلاة التوسل بإمام الزمان، لأنه كما قيل إن للعلامة المجلسي شرف القرب من الإمام عليه السلام. للعلامة المجلسي ختم بعنوان 41 سورة الحمد، 41 فاتحة عند قبره الشريف، ويمكن قراءة 39 في أي مكان آخر. هل تعلمين مؤلفات العلامة المجلسي؟ بحار الأنوار، شرح أصول الكافي، ولا أتذكر الآن غير ذلك.
هل طالعت كتب العلامة؟ لا. أحد كتب العلامة المجلسي هو بحار الأنوار، أو في الحقيقة هو دائرة المعارف الشيعية، وهو الآن مطبوع في 110 مجلدات، ويضم معظم الروايات والأحاديث عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. استاد شهابالدی، استاد منشی، استاد من، از خواب برخیزید. بر شما چه گذشته؟ نمیتوانم، نمیتوانم بگویم. استاد، برایم بگویید چه خوابی دید، شاید آرام شوید. باشد، باشد، کمی آب برایم بیاور تا برایت بگویم. چشم استاد. دیشب قبل از خواب مقید شدم که تمام ادعیه و آداب معصوره را در وقت خواب انجام دهم. چون خوابیدم خود را در صحنه قیامت یافتم. در این میان دیدم دو شیخ بزرگوار در دو طرف رسول خدا صلی الله نشستند و کتاب‌های نزدیک آنهاست و نزدیک یکی از آنها کتاب بیشتر است. شغل آن دو بزرگوار شفاعت مجرمین از علما بود. استاد معاشی، آن دو بزرگوار که بودن؟ صبر کن میگویم. چون نوبت به قرن 12 رسید، سوال کردم این دو شیخ بزرگوار کیستند. به من گفتند یکی شیخ مفید است و دیگری که نزد او کتاب‌های بیشتری است، علامه مجلسی است، که هر دو در خدمت پیامبر صلی الله مشغول شفاعت است. من ارادتم به علامه مجلسی 1000 برابر شد و یقین دارم که این خواب با واقع مطابق است. العالم الكبير محمد باقر بن محمد تقي ابن علي الاصفهاني المعروف بالعلامة المجلسي رحمة الله عليه، وهو من كبار الفقهاء الشيعة، أما أبوه فهو من العلماء الأجلاء ومن المفكرين والمحققين العظام وأحد تلامذة الشيخ البهائي، ويعود نسبه من أبيه إلى الحافظ أبي نعيم الأصفهاني. وكان العلامة المجلسي متبحرا في علوم عصره، وقد كتب رسالة أو رسالات في كل فن من الفنون كالفقه والأصول والحكمة والرجال، وهو في علم الحديث بحر لا متناهٍ. وكتابه بحار الأنوار بمثابة دائرة معارف للشيعة. للعلامة المجلسي كرامات كثيرة بسبب تعلقه بإمام الزمان، فهل انت حاجة طلبتها؟
من ناحيتي طلبت أشياء كثيرة، وقد نلت الكثير أيضا على يد العلامة المجلسي. نعم، إنه صاحب كرامات كثيرة ومؤلف بحار الأنوار، والناس يأتون إلى هنا ويطلبون حوائجهم وينالوها 100% بإذن الله. بماذا خدم المجلس دين الإسلام؟ بواسطة الكتب التي ألفها والروايات التي جمعها. كانت إنجازاته العلمية كثيرة جداً، منها شروحه وتفاسيره على الكتب الشيعية الأربعة المعتبرة، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، كما قام بجمع الأحاديث المنتشرة والمتوزعة في الكتب فدونها وبوبها وجعلها تحت عنوان بحار الأنوار، ويحويها الآن أكثر من 100 مجلد. وحيث كانت الكتب الفارسية قليلة لقراء اللغة الفارسية، فقد قام بنشاطات واسعة في هذا الإطار، وألف العديد من الكتب باللغة الفارسية، وهي الآن تحت تصرف قراء هذه اللغة. أما المؤلفات التي أنجزها العلامة المجلسي وجعلها تحت تصرف المسلمين والمؤمنين، فنشير إلى نماذج منها: مرآة العقول في شرح أصول الكافي، وشرح في تهذيب الأخبار، شرح 40 حديثا، كتاب فوائد الطريقة، حياة القلوب في شرح الصحيفة السجادية يقع في 3 مجلدات، عين الحياة وهو خاص بالمواعظ والأخلاق، مشكاة الأنوار، حلية المتقين في الآداب والسنن، وهو كتاب مفيد جدا لطبقة الشباب الأعزاء بل ولجميع الناس، كتاب جلاء العيون وتحفة الزائر في زيارات الأئمة، مقياس المصابيح، رسالة في الرجعة ورسالة في النكاح. ماذا تتمنين لو كان المجلس الآن حياً؟ كنت أطلب منه أن يأخذني إلى مكان يرى فيه صاحب الزمان عليه السلام، وأنا مذنبة لا قدرة لي على رؤية الإمام. والمجلس لأجل إيمانه بالله كان ارتباطه بالإمام قويا جدا.